بسم الله الرحمن الرحيم، متواصلين مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في هذه الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم وفي ثالث أيام هذا المهرجان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، لجميع المميزين والمنتزعين لأشواط هذا اليوم والثمانية أشواط الماضية. تهانينا لكل من فاز، ونحن جميعا فائزين بهذا الملتقى الأخوي الحميم الذي يجمع الإخوان من كافة دول مجلس التعاون الخليجي وميادينها المتناثرة في كافة دول الخليج. أرحب بكل المشاهدين الأعزاء خلف شاشات التلفزة في كل مكان وأينما حلوا، مرحبا بكم، ويأتيكم هذا النقل الحي والمباشر لمهرجان سمو أمير البلاد المفدى، أولى الختاميات الرسمية في هذا العام. أيها الأعزاء، نتجه مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط. أذكر بأن جائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة عبارة عن نيسان بترول ستيشن، رصدت للفائزة بالمركز الأول في هذا الشوط، وغارة على مقدمة الشوط، غارة على صدارة الشوط جاسم بن عبد الله العطية، ولكن دخول على غارة من المشرفة. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، المتحدي يرفع راية التحدي مع الكيلو متر الأخير، مع الأمتار الأخيرة، ولكن التسلل، انطلقت بنت الريان على شاشة قناة الريان، وسيدني قادمة على المركز الثالث، وأيضا هنا الوصول من توافيك عبد الله بن علي بن حمد المري. ولكن أعود إلى المعركة الطاحنة مشاهدينا الأعزاء، بنت الريان ووصول من مجرة يا سلام، مجرة صالح بن طالب العقيل جر الشوط، جر ويختطف سيارة النسابة تول ستيشن في هذا اليوم وفي هذا المهرجان. يا سلام، مجرة اللحظات الأخيرة، مجرة وبنت الريان، عادت بنت الريان بنت الريان ومجرة، يا سلام، بنت الريان اللحظات الأخيرة الأخيرة بنت الريان، سلام لبريف بن عجيان المجدور. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني مجرة لصالح بن طالب بن عقيل، المركز الثالث لمحمد بن سعيد بن منانه، المركز الرابع سدني لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الخامس كان الوصول من حشود لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري. تهانينا والناموس لمالك بنت الريان بريك بن عجيان المجدور المري على فوز بنت الريان وانتزاع سيارة النسان بترول ستيشن في هذا الشوط، 7:41 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا بريك، بن عجيان على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني اللي ما قصرت مجرة، وشهدنا معركة حقيقة في هذا الشوط، 7:41 38 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مجرة صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل المري. المركز الثالث العنود، وتوقيتها 7:41 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العنود محمد بن سعيد بن منانة.